the courier or the courier على حسب الأكسنت اللي تحبه. فيلم مستوحى من قصة حقيقية إنتاج عام 2020. يروي الفيلم القصة الحقيقية لرجل أعمال البريطاني المتواضع الذي تحول إلى جاسوس شديد الأهمية. قد يشهد الفيلم بعض الأحداث التقليدية والمتوقعة التي رأيناها في أفلام من نفس النوع، لكن بشكل عام يعتبر انتصارا من ناحية الأداء والتوتر الملموس في أحداثه. فيلم سينمائي حواري متميز، السيناريو به حبكة وعمق متميزين للغاية، تم مراعاة البداية والوسط والنهاية. أغلب الفيلم حواري به لحظات ملل، ولكن مطلوب النوع ده من الأفلام. It is good you have dealt with other communist governments, but so far from home. Do you not prefer to work in England? I do, but I can't keep things interesting. But then there's the political situation. الإخراج والتصوير والإضاءة من أكثر العناصر المتميزة في الفيلم. اللي حابب يتعلم إزاي يكون في جمل حوارية طويلة وتكون مش مملة على الشاشة يتفرج على ديكوباج المخرج في الفيلم ده، حوار بين ثلاث ممثلين وإزاي تم تقسيم المشهد في لقطات بأحجام مختلفة ومتنوعة بين اللونج والميديوم وكلوز شوت، وحتى تم استخدام لقطات الأمورس في مشاهد الحوار. ومش بس حوار بين ثلاث ممثلين، حوار من أكتر من ثلاثة، ده بس مثال عشان أبسط اللي بقول. حتى تم مراعاة لقطات الفعل ورد الفعل الممثلين، واضح جدا إن كل لقطة مرسومة وستوري بورد متميز. التكوينات عظيمة في الفيلم لكل لقطة حيث راعى التكوين فيها، حتى اللقطات التي بها حركة كاميرا أو ممثل أو الاثنين معا. لوح فنية كثيرة في الفيلم ده، حتى تم مراعاة العمق في اللقطات. التصوير جودته عالية جدا، إضاءة متميزة ومشاهد للإضاءات ممتازة وواضحة ومريحة للعين. ألوان الفيلم اللي غلب على اللون الأزرق فيما يعكس الأجواء الباردة لروسيا. الفيلم مدرسة لتعلم الإخراج والتصوير والإضاءة والتكوينات ذات اللوح السينمائية المتميزة. الممثلين الفيلم به كوكبة من الفنانين، تم توجيههم بطريقة متميزة من السيناريو والمخرج، وأداء تمثيلي رائع منهم جميعا. الديكور متميز ومناسب تماما للزمن الذي يدور فيه الفيلم، وتكوينات فنية متميزة. كرو الديكور للعمل قاموا بواجبهم بامتياز. المونتاج نقل سلس بين اللقطات بدون مشاكل، ولكن يعيبه الرتم البطيء الذي أعطى إحساس الملل. الموسيقى مناسبة تماما للفيلم والزمن يدور فيه الفيلم، وأضاف الكثير والعمق المطلوب. الملابس والأزياء مناسبة تماماً لأحداث الفيلم. فيلم تجسس درامي مليء بالتوتر والحماس، تم تنفيذه بشكل رائع، والذي يركز على الشخصيات والأداء أكثر من مجرد الإثارة، لأنه يدرك أنه لو كنا نهتم فعلاً حول هذين الرجلين فإن ذلك سيرفع مستوى تأثير أي نظرة أو مطاردة مخيفة أو حوادث وشيكة. قد لا يقدم شيئاً جديداً تماماً، لكن هنا حيث يلعب التمثيل دوراً رائعاً بحمل الفيلم على أكتافهم. تقييمي للفيلم هو 7/10. My one true gift. I want to show you another side of Russia. Are you free this evening? Certainly. Where are we off to?